أسعد الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا غائم مع 13 درجة مئوية، الرطوبة عالية 92% والرياح تكون بين المعتدلة والنشطة أسرع. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة، حيث تتأثر المملكة بمنخفض جو، بالتالي أجواء ماطرة ورعدية في المنطقة الشمالية مع رياح نشطة في إربد 19 إلى 13، المفرق 19 إلى 12، جرش 19 إلى 11، أما عجلون 17 إلى 12. انتقال المنطقة الوسطى أيضا أجواء ماطرة مع رياح نشطة، البلقاء 21 إلى 15، عمان 17 إلى 13، الزرقاء 22 إلى 15، مأدبة 19 إلى 12، البحر الميت 28 إلى 21. المنطقة الجنوبية أيضا زخات من الأمطار ورياح نشطة متوقعة في كرك 19 إلى 11، أما باقي المنطقة الجنوبية رياح نشطة وأتربة مثارة، الطفيلة تسجل 18 إلى 10، الشوبك 16 إلى 10، معان 20 إلى 10، والعقبة 31 إلى 18. المنطقة الشرقية رياح نشطة وأتربة مثارة في عموم تلك المناطق، الأزرق تسجل 24 إلى 13، الصفاوي 23 إلى 11، أما رويشد 24 إلى 12. إلى اللقاء.